فالزواج لا يكون إلا على أساس نية، وهذه النية أصلها البقاء والاستمرار، ولذلك حرمت الشريعة نكاح المتعة ما فيه مثل هذا النوع من البهيمية، كأنه بهيمة ينزو فقط ويذهب، وله نيات وهي 6 نيات كما يذكر بعض الفقهاء. النية الأولى الامتثال لأمر الله تعالى في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والنية الثانية الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ولقوله تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، والنية الثالثة طلب النسل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية، والنية الرابعة إعفاف نفسه عما حرم الله عليه، فقد قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والنية الخامسة إعفاف الطرف الآخر، فإن ذلك من التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والنية السادسة بناء البيت المسلم الذي يتراضى طرفاه على تحكيم شرع الله فيه فيكون مؤسسا على التقوى من أول يوم، وأهله جعلوا الشرع فوق رؤوسهم ونصب أعينهم وحكما عليهم، فهذه الأسرة تأسست على أساس متين قويم، ولذلك حصلت بينها المودة والرحمة بآية من آيات الله كما قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا حصلت المودة والرحمة فمن غير المتوقع أن يقع الطلاق، وحينئذ فيه أوقات قد لا يكون الرجل راغبا في امرأته، وقت الحيض أو النفاس لأنه لا يحل له بطوها في هذا الوقت، فحرم الشارع الطلاق في هذا الوقت لتكدر نفسه، نعم، وقت طهر يكون قد جامعها فيه فلم يجد لم تعد الرغبة موجودة، فحرم الله عليه الطلاق في هذا الوقت حتى تحيض ثم تطهر.